حياتي الفعالة تبدأ بالحياة الأبدية. أنت نلتها ولا لأ؟ وإذا كنت نلتها بتدفع الضريبة ولا لأ؟ ضريبة الاحتمال، ضريبة حسد عدو الخير ليك. إخوتي وأخواتي، المسيحية مش تهريج، المسيحية جدية، فيها شركة إيمان فعالة في معرفة كل صلاح. في مين كله؟ في المسيح يسوع. عشان كده تيجي العروس مثلا تسأله كما زكف في نشيد الأصحاح الأول، أخبرني يا من تحبه نفسي، أين ترعى؟ أين تربض؟ عند الظهيرة، الوجع، التعب، الظروف القاسية. وإحنا ممكن يكون الرب سامحنا بظروف قاسية دلوقتي، والمسكونة ممكن بتعيش بظروف قاسية. عشت مع البعض ظروف مشابهة في بعض البلدان، لكن الوقت الحالي مش في ظرف أعيشه مع بلد. في وقت من الأوقات كنت مع أخواتي في نيجيريا في ظروف قاسية، وشفت ظروفهم، قلت أشكرك يا رب لأجل احتمالهم. في وقت آخر في نيجيريا، في الهند، في العراق وغيرها، وفي بلادنا في سبتمبر 11 كنت مع أناس آخرين في ظروف قاسية. لكن النهاردة أنا مش مع هنا ولا هنا ولا هنا، أنا وإنت مع كل العالم. مش لاحظين يا أحبائي؟ العالم بيتمخض في الوقت الحالي، لكن نود إن هذا التمخض يفتح الرب أذانهم في الضيق لكي يرجعوا. يفتح أذانهم، خلي بالك مش في الضيق بس، للإنذار، ينذرهم انتبه. زمان كان الرب يدي قرصة ودن، دلوقتي قرصة ودن وقرصة ودنين، اسمحوا لي أقول، وقرصة جيب وقرصة شغل وقرصة صحة، مظبوط ولا لأ؟ وقرصات كتير. ليه يا ربي بتعمل كده؟ أنا أكلم بأسلوب بسيط، ليه بتعمل كده؟ إرمية 10:18، أضيق عليهم، أضيق عليهم عشان إيه؟ عشان يشعروا. عارفين كتاب بيقول في إرمية إيه؟ تكلمت إليك في راحتك، في راحتك، يعني في وقت ازدهارك، قلت لا إيه؟ قلت لا أسمع.